الشهداء والعزة كانت بلدا مستقلا قبل أن تحتله. الدليل والقائد الذي المال من عام 1905، كما أن الشهيد أحد محرري بيان أول نوفمبر 1954. ديدوش مراد زاوجة بين عاملين أساسيين، هي التنشئة السياسية والأهلية القيادية. لذلك فهذا الرجل كما قال الأستاذ ياسمي، يعني الشهادة تاع بن طومال، نسميه هو رجل ملهم. على ذلك الآن كانوا يعني يجالسونها كثيرا وعطالوا ربي احنا نسموه هذه الحدث. مراد كانوا عندهم حوانت نتاع بولونجية وعندهم ديار، معروفين هذه الناس هذويا. هذه ما تنسوهاش للتاريخ. أعطوني حقي دراهمين ديهم للطورة. هاد الناس كبحوا بنفسهم ودراهمهم قبل ما يستشهد. واش قال لهم جتما للرفقاء انتعوا بن طوبال وزيروت وكسترا؟ قال لهم إذا قدر لنا الاستشهاد فلا شك أن من يبقى وراءنا سيعمل على تخليد مشاعرنا الثورية ونقلها إلى الأجيال الساعدة. سنخوض بعض لحظات معركة الشرف والاستشهاد لكي نعطي الدليل القاطع لعدونا بأننا مؤهلون لتحرير وطننا وشعبنا ما دمنا مستعدين للتضحية. ديدوش مراد رحمه الله.